واش يا اخوان، السلام عليكم، صباح الخير عليكم، تحياتي لكم فيما كنتو، مبروك عواشركم ومبروك عيدكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، الطويرات ديالكم والعائلات ديالكم والحيوانات ديالكم يكونوا على احسن حال. مرحبا بكم في فيديو جديد كيفما عودناكم كل سيمانه. نهار الاحد كنشحر كل القريعه، ندير لكم فلوغ، شوفوا الاشمعنى ديال الطيور كيف ولات، السوق واش طالع، السوق واش نازل. ان شاء الله دابا غنمشي عند الصديق ديالي مروان، غنشحر كل القريعه، نمشيو ناخذ داكشي اللي خاصنا، خاصة مايطو باب باطي عشان ديال الطيور، بزاف ديال الحوايج. ان شاء الله تشوفوا معنا كل شيء، غدوزوا معنا سوق قريعه النهار ديالو لحظه بلحظه. خليكم معنا ما تمشيوش بعيد، وتحياتي لكم وتهلاو ليا فراسكم. وبلاتي بلاتي بلاتي فين غادي معنا بياسه جديده في العائله ديال يوسف كيفما كتشوفوا الاخوان. ها هو اللهم بارك جولدن، بياسه كاروبسي اتلاتشينو كيفما كتشوفوا معنا، خديت واحد خويا ياسين، تحيه ليه من هذا المنبر كنشكروه بزاف، كان باع لي جوج ديال بياسات خوت، واحد دريسيت وبعتو واحد السيد الله يسهل عليه فيه، وهذا خليتو ليا كيف ما كتشوفو، نقدر نبيعو نقدر ما نبيعوش ان شاء الله. فكرت غنبدا نجيب بزاف ديال البياس لي زان سيباغابل والكاروبسات، غنبدا ندريسيهم ونقدر نبدا نبيع ونشري فيهم لبغى الله. ما نطولش لكم الاخوان فيديو بزاف، تحياتي ليكم ويلا نشوفو القريح. الخوت حنا تلاقينا مع الاخوان والعشران، ها هو خويا عبدو، خويا عمر، خويا اشرف كيف ما كتشوفوا معنا، ها هو خويا عبد الله، جايب واحد الكير الغني على التعريف، جايب واحد الكير بيبي كيف ما كتشوفوا معنا، بلون تبارك الله، 2019 باقي انتم باقي 2019 الخوت كيف ما سمعتوا، تبارك الله الكير زويون، ها هو اللهم بارك. بالنسبة اخي عبدو الثمن ديال الطوير، وي الثمن هو 250 درهم، 250 درهم للاخر ياك، للاخر اخويا، للاخر ما سمعتش تبارك الله، 250 درهم. اللي بغى شي حاجة نخلي ليه النيم ديال خويا عبدو يتواصل معاه، والله يدير الخير اخويا عبد الله يحفظك. اللهم الله. انا يا خويا عبدو جايب واحد الكوبلة ديال الكلوستر كيف ما كتشوفوا، خدام عند واحد السيد شرا من عنده، هو بغى يدوزها دابا، ها هو التكيار تبارك الله كورونا، ها هو اللهم بارك كيف ما كتشوفوا معانا، حركم لي يا خويا عبدو شيبانو، ها هو التكيار تبارك الله كيف ما كتشوفوا، التكيار كورونا اللهم بارك كونسور، وهاي تبارك الله نتيوا نتيوا شوية واكلة الطق، صلعة شوية في راسها، ولكن التكيار اللهم بارك زويون. نمشي ورا عندها واحد الشهير تقريبا، طلع الريش طلع كلشي ياك خويا عبد، شهير تقريبا 23 اه تبارك الله تبارك الله، كوبلة زويونة واجدين تبارك الله، واجدين اللي بغاهم وقبل على تمشي وخاص طلع شويه من راسه يتواصل مع خويا عبد كيف ما قلت لكم، راه خليكم النمره ديالو، اللي بغاهم يتواصل معهم على قبل هذه الكوبلة ولا قبل التكيير البيض. وتحياتي لكم، الله يدير الخير اخويا عبد، تحياتي الله يحفظك ليا خويا اشرف الله يحفظك. لا الاخوان عندنا واحد بياسات ديال الهازار كيف ما كتشوفوا معنا، ها هما تقريبا عندنا ست بياسات كيف ما كتشوفوا، اللهم بارك بياسات زويونين اخي. بالنسبه للثمن ديال البياسات شحال الوحده؟ 70 درهم الخوت كيف ما سمعتوا، ها هما ست بياسات هنايا 70 درهم الثمن الاخر ديالو، الله يدير الخير عشية اللهم يسر. لا الاخوان كيف ما كتشوفوا معنا عندنا واحد الجوجه ديال الفايو اللهم بارك كيف ما كتشوفوا، هنا باقي هذا خويا ياك تقريبا واش ولاد العام ولا ديجا خدام 2020 كيف ما سمعتوا الخوت، 2020 شهر 10 جوجه تبارك الله زويونه، ها هما بياسات كيف ما كتشوفوا، وعندنا هنا واحد نتيوا بلون دومينو كيف ما كتشوفوا، ها هي تبارك الله بياسات زويونين. بالنسبه للثمن اخي ديال الفايو الجويجه شحال؟ 700 درهم 700 درهم الخوت كيف ما سمعتوا، ساتيني ولا ماشي ساتيني، عين حمراء ولا ساتيني ياه، اه العين حمراء الخوت 700 درهم الثمن الاخر ديالها، وهذيك نتيوا البيضه دومينو شحال؟ 200 درهم 200 درهم الخوت كيف ما سمعتوا. اللي بغى شي حاجه نخلي لكم النمره ديال الاخ وتواصلوا معاه. بالنسبه للنميره اخي 690 كيف ما سمعتوا الخوت، هاي النميره قال الاخ نخليها لكم لتحت، اللي بغاهم يتواصل معاه، الله يدير الخير اخويا والله يسر الام. اخوان عندنا هنا واحد الكوبلا جاست بي كيف ما كتشوفوا، عندنا التكير التكير هو هذا اللي كيف ما كتشوفوا، ها هو ونمشي ويا هادي تبارك الله بياسات زويونين، ها هما كيف ما كتشوفوا معنا اخي. هاد البياسات هادو تاع جاست بي واش ولاد العام ولا؟ اه ولاد العام ولاد العام ولاد العام الخوت كيف ما سمعتوا، الثمن ديالهم 550 550 درهم الخوت على راس تبارك الله بور، ها هما جاست بي تبارك الله. اللي بغى شي حاجه نخلي لكم النمره ديال الاخ تواصلوا معاه والله يدير الخير. بالنسبه للنميره اللي بغات تكوب لشي واحد شحال عطيتك قلنا 027 45 56 83 هاي النميره الخوت، الاخر كان عنده الاوبال وعنده الاوبال بلاطا، اللي بغى شي حاجه عنده كل شيء تواصل معاه، عندك واتساب في النمره ياك؟ عنده واتساب في النمره، اللي بغى شي حاجه يتواصل معاه والله يدير الخير، الله يسر الامور عشيه الله يسر الامور.
اخوان انا جينا لواحد السيد وسط الساق ديال القريعه كيف ما كتشوفوا كاين هنا جوج كوبلات وكاين واحد نتوما فراديه كيف ما كتشوفوا بياسات زوينين اللهم بارك انتوما الله يسخر كاين اللهم يبارك اخويا كاين هنا بياسات لاتينو ياك لاتينو هادي لاتينو كاين هنايا بيت باناشي يا كاين بيت باناشي لاتينو بيت باناشي كيف ما كتشوفوا الاخوان بياسات تبارك الله زوينين اما جوج كوبلات ونتوما فراديه بالنسبه للثمن العميم كوبله لاتينو 1000 درهم كيف ما سمعتوا الاخوان لاتينو 1000 درهم الكوبله الاخرى 800 فرانك 800 درهم الخوت بيت باناشي ولاتينو 1000 درهم الله يسهل الامور عمي الله يدير الخير الله يحفظك ليه عندنا واحد بياسات ديال بيروش كيف ما كتشوفوا الاخوان هما ثلاث بياسات كاين نتيوا وجوج ذكوره بالنسبه اخي نتيوا شحال ديال الثمن ديالها 1000 ريال 50 درهم الخوت كيف ما سمعتوا الذكوره شحال الثمن ديالهم 40 درهم يلاه طياله جايين الوجاد ياك مع مواجدين شطيبرات هادو الخوت نتيوا 1000 ريال والذكوره 40 درهم الخوت كيف ما كتشوفوا هما بياسات تبارك الله زوينين الله يسر الامور اخويا الله يحفظك ليه اخوان واحد الطويله ديال البقلين كيف ما كتشوفوا معنا هو تبارك الله راه مروزي المنقار رجيلات حليب شحال عنده خويا في الكاشات تقريبا شي عام في الكاشات قرع اصلو قرع ولا شطر قرع اصلو قريع الخوش كيف ما سمعتوا عنده عام في الكاشات تقريبا كاين شويه البرد ما خليناش نبينوا الصوره مزيان بالنسبه للثمن اخي شحال الثمن ديالو 300 درهم الاخر 300 درهم الخوش كيف ما سمعتوا اخر ثمن ديالو تخلي النميره ولا بلاش خليها اللي بغاه قول لنا النميره 06 60 67 00 97 هاي النميرة عاود لينا الله يحفظك 06 60 67 00 97 هاي النميرة الخوت سمعتوها نخلي لكم لتحت واللي بغى شي حاجة الله يسر الأمور ليه الله يدير الخير أخويا الله يحفظك إخوان عندنا هنا واحد الكوبلة ديال أغات موزايك جون كيف ما كتشوفوا معنا الله يحفظك خويا هاي هنا هو الذكر هو هذا الخوت كيف ما كتشوفوا هو التحتاني هو التكاير ونشي هو هي هذه كاينة واقف فوق القفص كيف ما كتشوفوا هذا ولاد العام ولا ديجا خدامين 2020 نشوفوا باك 2020 والتكاير 2019 كيف ما سمعتوا الاخوان نتيوا باك 2020 وتكير 2019 كوبرا اللهم بارك زوينا هاي تبارك الله بالنسبه للثمن ديالها 600 درهم 600 درهم الاخوان كيف ما سمعتوا اخر ثمن ديالها كوبرا اللهم بارك زوينا تكرت تبارك الله شو كيدير ماسكي اللهم بارك تخلي النميره ولا بلاش تخلي النميره ولا بلاش تبغى شي واحد اللي بغيتي اللي بغيتي الله يسر الامور الله يدير الخير اخوان حنا جينا عند خونا عبد الغني دابا كيف ما كتشوفوا معنا عندو بياسات ديال الديامونت اللهم بارك هاي الطبيله ديالو هانتوما غني على التعريف خويا عبد الغني في السوق ديال القريعه الداخل كاين هنا بياسات ديال الديامونت اللهم بارك هما بياسات تبارك الله زوينين كيقول فيهم 700 درهم الاخوان هما انا نخلي لكم النمره ديال خويا عبد الغني اللي بغى شي حاجه يتواصل معاه راه الثمن الاخر ديالهم 700 درهم الاخوان والله يسر الامور الخوت تحياتي اخوان انا كيف ما كتشوفوا عندنا واحد الطويره ديال الوطوات اللهم بارك كيف ما كتشوفوا معنا شحال ضرب في الكاش اخويا هذا ضرب شي 6 شهور 6 شهور كيف ما سمعتوا اخوان ضرب 6 شهور في الكاش اللهم بارك طويره ضويره تبارك الله اما الطيور المغرده تبارك الله كيعشقوا بزاف ديال الناس صراحه تبارك الله الله يسر الامور عشيري الله يحفظك ليه الله يسر راك مولوع بعدا اي مربي وطوات راه الله يحفظك ليه الله يحفظك الله يسر الامور ضروري داكشي اللي كاين الله يحفظك الله يحفظك اخوان هنا عندنا واحد جوج ديال بيروش فول بادي اللهم بارك كيف ما كتشوفوا معنا كوبلة اخي هادو ياك كوبلة تبارك الله كيف ما كتشوفوا الثمن اخي شحال 130 درهم كيف ما سمعتوا الاخوان كوبلة ب 130 درهم فول بادي اللهم بارك هاي تبارك الله كوبلة زوين اللهم يسر اخي الله يحفظك اخوان عندنا هنا واحد جوج ديال الالبينو البينو هذا ياك خويا لا سوينغ بحال البينو كيقول لك هذا قويين فيه ياك هذا هو الفرق بينهم اه كيف ما سمعتوا ما بينه فرق ما بينه البينو كيكون واحد الشاطات في ظهره خفاف تبارك الله جويجه زوينه هادو ديجا خدامين ولا عمرهم جاو ياك كرونطاي هادو اه كيف ما سمعتوا اخوان كرونطاي هادو بالنسبه للثمن شحال الثمن ديالو 400 درهم 400 درهم اخوان هاي تبارك الله جويجه اللهم بارك زوينه
الله يحفظك اخويا، الله يحفظك ليا. تخلي الميل ولا لا؟ مرحبا. قولي لنا كاين الامر ديالنا بجوج على واش المهم النمرة ديالك تايا نخليوها لنا. قولي لنا النمرة ديال الفواضي 0 6 45 52 53. هاي النمرة اخوان، قال الاخ اللي بغى يتزوج يا كروطا تبارك الله، لا سوينك اللي بغى يتواصل معاه الله يسهل الامور اخ. الله يحفظك ليا اخوان. نتمنى لكم دورناكم في الفقره، شو انواع ديال الطيور، شو الاشمعه ديالهم. كيف ما كتشوفوا جينا للدريسيه، خدينا مانيتوبا باتي روج وارخوش كيف ما كتشوفوا، خدينا باتي جون، خدينا مانيتوبا، خدينا اعشاش ديال الفراخ خيوطه، خدينا الزوان. تحياتي لكم الاخوان، ان شاء الله وليا فراسكم. نلقاو في فيديو جديد ان شاء الله، نقدروا نجيو عند شي مول الطيور نشوفوا الاقفاص شحال دايرين، نشوفوا لي زاكسسوار ديال الطيور شحال دايرين. تحياتي لكم وشرفوا لي فراسكم، ونلقاو في فيديو جديد.